السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي المشاهدين أهلا بيكم في الموسم الثاني من برنامج ذا دريم للمواهب الصوتية على قناة الصحة والجمال، وبرحب بكل المواهب الجديدة اللي جات لنا في الموسم دوت، وبشكركم طبعا على كل اللي انتوا بتقدموه معانا وعلى استمراريتنا معاكم، وبرحب بالضيف اللي معايا أستاذ أحمد إبراهيم الكاوي. نعم أستاذ أحمد شاعر كبير طبعا، وبيكتب أناشيد لعدد كبير من المبتهلين و في الاذاعه والتلفزيون. اهلا بيك استاذ احمد. اهلا بيك. اضافه طبعا لبرنامج ذا دريم ان حضرتك تكون معانا النهارده. عايز اقول لحضرتك امبارح ناس كتير لما عرفت ان انت معانا لا عايزين يطلع مع استاذ احمد في الحلقه، ومن حضرتك ما شاء الله كبير وعريق، اللهم بارك. ما شاء الله، يعني ربنا يعزهم يا رب، وهم يعني مستحبين في يعني، فانا هي دي السعاده الحقيقيه ان الواحد الناس تحب، يعني السعاده الحقيقيه ان الواحد يكون محبوب بين الناس. لا حضرتك محبوب واللهم بارك، متفوق، وربنا يزيدك يا رب دايما، واضافه لنا وشرف للبرنامج ان حضرتك تكون معانا. والله حضرتك اضاءتي لنا البرنامج. الله يكرمك يا استاذ. ومع المواهب اللي معانا النهارده ان شاء الله هنبدا باستاذ عبد الله خميس. اهلا بيك استاذ عبد الله، ممكن حضرتك تعرف نفسك؟ اسمي عبد الله خميس ابو شيم. اسمي عبد الله خميس ابو خشيم، من الاسكندريه. صوت معلش، صوت عالي صوتك. من الاسكندريه. تمام. طبعا بدات في حفظ القران الكريم وختمت على 10 سنين، وبفضل الله اخذت اجازه عاصم وقرات شعبه وحفص بسند عالي. ان شاء الله بقى هقول انشاد تاملات في الكون من كلمات الشاعر احمد مكاوي. ما شاء الله الشاعر يعني ما شاء الله كلماته فوق الخيال يعني. تمام. طب نسمع حضرتك، اتفضل. في الكون يا احباب نور الهادي، قد ماس من عبق جمال فؤادي، فلمسته في كل شيء حولنا كالشمس والقمر المنير الشادي والنجم والأرض الفسيحة والسماء وجميع ما في الكون والعباد، فانظر لصنع الله كن متأملا، رفع السماء بحكمة ورشاد، جناته قد زينت وتعطرت بعبيرها شوقا إلى الزهاد، والأرض قد بسطت برحمة ربنا، قد أزهرت بجبالها والوادي، وبحارها فاضت علينا فرحة، وسهولها فيض من الإسعاد، سبحانك اللهم أنت إلهنا، ورضاك عني بويتي ومرادي، سبحانك اللهم أنت إلهنا، ورضاك عني بويتي ومرادي، قد جئت أطلب يا كريم هداية، سبحان من في الذكر قال عبادي، سبحان من في الذكر قال عبادي. تمام، ألف شكر لك أستاذ عبد الله. جميل طبعا، اللهم بارك، أداء جميل وكلمات طبعا أستاذ أحمد رائعة. ربنا يعزك يا رب، يعزك الله سبحانه. طيب نسمع الموهبة الثانية وبعدين حضرتك تعقب على الاثنين إن شاء الله. ماشي. معانا أستاذ عبد الله كمال، حضرتك عرفت من نفسك؟ عبد الله كمال يا فندم، مقرية البريك، مركز شبر القناطر الأيوبية. طالب في خدمة اجتماعية بنها. حضرتك حاصل على المركز الثاني في مسابقة ملتقى الأحبة المسؤول عنها الشيخ جاسر من السعودية. تمام، أهلا بك أستاذ عبد الله. حضرتك هتقدم لنا ايه النهارده؟ قمر سيد من النبي. مش تفضل. واجمل منك لم ترى قط عين
وأطيب منك لم تلد النساء وأطيب منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء قمر 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 سيدنا النبي قمر وجميل 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 سيدنا النبي وجميل وكف المصطفى كالورد نادي الله الله وكف المصطفى كالورد نادي الله الله وعطرها يبقى إذا مست أيادي وعطرها يبقى إذا مست أيادي وعم نوالها خير العباد حبيب الله يا خير البرايا قمر 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 سيدنا النبي قمر. جميل، شكرا لك استاذ عبد الله. ما شاء الله، تعقيب حضرتك يا استاذ احمد. ما شاء الله، يعني الاستاذ عبد الله خميس طبعا المنشوده دي مسجلها قبل كده ممكن الصوت بس حضرتك يعلى شويه. بقول المنشد عبد الله خميس ما شاء الله ادى كويس وادى الانشوده لانها عبد الله في الفتره الاخيره يعني بدا يتطور تطور جذري ويظهر على السوشيال ميديا بطريقه سريعه جدا. يعني راي حضرتك في الانشوده اللي هو بيقدمها؟ رايي جميله جدا يعني. تمام. طب وتعقيب حضرتك على استاذ عبد الله؟ الاستاذ عبد الله برضه ما شاء الله عليه كويس ولكن في هنا لغويه. قلت واجمل منك لم تلد النساء. تمام. واطيب منك. لا، واطيب منك. تمام. هي لم تلد لان تمام. تلد فعل مضارع مجزوم بالسكون والتقى الساكنين فخذت كسر. تمام. نساء. تمام. كنت اديها ضمه ولكن تمام. ما شاء الله عليك حتى اللحن بتاعك مختلف عن اللحن بتاع الانشوده، حاولت ان انت تغير في اللحن. تمام. ودي حاجه تحسب لك برضه. ما شاء الله عليك يعني. والصوت في مساحه عاليه يعني عندك مساحه في الصوت حلوه جدا. وشكل حضرتك يعني ما شاء الله عليك بتأدي انشاد وابتهال. لا والله حضرتك هو الانشاد المتخصص فيه اكتر. بس الابتهال انا بحبش. المايك يا جماعه، المايك. حضرتك انا في الانشاد ماشي في طريق الانشاد وكل حاجه تمام، وحابب اسمع الاستاذ محمود فضل المنشد. ما شاء الله محمود فضل انا عجبني جدا يعني، والاستاذ والمنشد مصطفى عاطف برضك حاجه قدوه ليا. ما شاء الله ما شاء الله. بالنسبه للابتهالات انا برضك بسمع للشيخ نصر الدين طوبار وماشي على خطاه يعني. ربنا يوفقك دايما يا استاذ عبد الله، ونتقابل ان شاء الله معاكم في لقاءات باذن الله كتير. استاذ احمد حابب ان هو يديكم اهداء. اهداء اتفضل. طب ممكن حضرتك تكتب ال... ماشي. اديهم لهم على طول يعني. ايه؟ اديهم لهم على طول. ماشي استاذ عبد الله. تمام ماشي، ألف شكر. ماشي، شكرا لك أستاذ عبد الله. ماشي ماشي اتفضل. خلاص كده تمام. 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 شكرا لك أستاذ أحمد على تعقيبك وكلمات حضرتك اللهم بارك مبدعة جدا. ما شاء الله ربنا يعزك يا رب. حضرتك أثريت اللغة. ربنا يعزك يا رب. طيب بالنسبة لأهم الأعمال اللي حضرتك عملتها في الفترة الأخيرة. عملت عدة أعمال. صوت بس حضرتك عليك. عملت عدة أعمال واهتميت بالشعر الديني يعني، تركت الشعر الغزلي وكده وبدأت أعمل الشعر الديني. كتبت ابتهالات لإذاعة القارئ الكريم للشيخ سعيد هزاع والشيخ أحمد خاطر وكده. ففي متن في التجويد بعمله حاليا، في بودة
أو شكل أنا أنتهي منها طبعًا. إن شاء الله يعني طبعًا. نرحب بالمواهب الجديدة اللي معنا. أستاذ زياد أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك أستاذ. وأستاذ خالد أهلا بيك. أهلا بحضرتك. طيب نبدأ بأستاذ خالد. حضرتك عرفنا من نفسك. أنا اسمي خالد قرشي من محافظة قنا. حضرتك من إيه؟ طيب هتقدم لنا إيه النهارده أستاذ خالد؟ هقدم أنشودة يا جمال النبي. طب إن شاء الله. عليكم. تفضل. يا جمال النبي يا حنان النبي والله العظيم يا ناس ما لينا غير النبي ما لينا غيره هو ساكن في القلب جوا ما لينا غيره هو ساكن في القلب جوا حبيبي روحي هو ضميني سيدنا النبي ما لينا غيره تاني طرف أكحر رباني ما لينا غيره تاني طرف أكحر رباني أبلج ورد الوجاني جد بالنظرة يا نبي يا جمال النبي يا حنان النبي والله العظيم يا ناس ما لينا غير النبي أدعاج العين باسم أفلج حلو المباسم أدعاج العين باسم أفلج حلو المباسم سيدي يا أبا القاسم جد بالنظرة يا نبي بدر حسن تسنى طه وجهه جنة بدر حسن تسنى طه وجهه جنة طرفي دوما تمنى رؤياك سيدنا النبي يا جمال النبي يا حنان النبي والله العظيم يا ناس ما لينا غير النبي. احسنت استاذ خالد. الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. حضرتك في فرقه؟ انا حاليا عضو فرقه الانشاد الديني فرقه قوميه في قصر ثقافه قنا. بين بين على اداء حضرتك ربنا يوفقك يا رب. امتعتنا. الله يخليك يا رب. الله يحفظك طيب استاذ زياد برده هيقدم الموهبه بتاعته بعد كده حضرتك هتعاقب. ماشي. زياد يحيى من محافظه اسيوط. تمام. فكاتب قصيده ان شاء الله عن سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام. هي قصيده بعنوانها افضل خلق الله محمد عليه الصلاه والسلام. عليه الصلاه والسلام. من القلب تحيه وسلام الى نبي الاسلام النور المبين في كل وقت وحين حبيب الأمة كاشف الغمة بالصلاة عليه تنزاح الهموم وفي قربه كل شيء يهون الشافي للداء بلا دواء لمسته عطر وحياة هو الحبيب والطبيب هو الشريان والوريد كان قرآنا على الأرض يمشي وفي رحاب الله يهدي قالوا عنه مجنون كاهن ساحر لا يعلم هؤلاء السفهاء أنه في هذه الدنيا سيدها الأول والآخر فهذا ليس بجديد على محمد بالتحديد أكاذيب وافتراءات فآهات وآهات على ما فعلوا وعلى ما في القلب من غصات محمد في القرآن مذكورة واسمه وصفاته أيضا في القلوب محفورة وفي أخلاقه وصفاته الكثير شهامته ومرؤته كل تفصيلة يجب فيها التفكير خير خلق الله الذين اصطفى هو ابن عبد الله وكفى لا تأسفن عليهم يا حبيبي فهذا حصاد قوم تركوا المنهج والدين فمن أذاك أذاني يعلم الله كل كلمة جرحت خاطري ووجداني تريدون زيارته وفي المنام رؤيته وفي الآخرة شفاعته لا تدعون محبته
وأنتم لا تعرفون شيئاً عن سنته. أعي جيداً ما أقول، أعي جيداً ما أقول، ولأن ما أصفه يخترق الصدور والعقول، وهو الذي حقيقة يدور. انظر يا من سالت قدماك حتى يصل لنا الدين سهلاً يسير، بأيدينا وألسنتنا إلى الهاوية نسير. أو نستحق أن نكون أحبة؟ من منا نصر محمداً وحزبه؟ فعلتم ما فعلتم وقلتم ما قلتم زوراً وبهتان، أتريدون بعض العصيان جنة ورضوانا؟ لا أملك حكم من يذهب للجنة أو النار، ولكن بأفعالنا أصبحنا كما الكفار. وسيعلم الجمع الكرام أن حب محمد ليس بشعارات وكلام. أستاذ جيال، دي حضرتك كاتبها بعد الأحداث الأخيرة اللي حد الإساءة اللي توجهت للنبي صلى الله عليه وسلم. أول ما اشتركت في المسابقة كتبتها على طول. يعني فطبعا كل الأحداث دي على الأحداث الأخيرة. الأحداث الأخيرة، وطبعا أنا كنت عايز أكتب قصيدة عن النبي، فطبعا ما فيش مناسبة أن أنا أكتب أفضل من كده يعني. طبعا صلى الله عليه وسلم. تمام، مع تعقيبك يا أستاذ أحمد. نبدأ بأستاذ خالد. طبعا الأستاذ خالد ما شاء الله عليه، يعني فوق الوصف ما شاء الله، مقاماته وأداؤه وأسلوبه حتى إحساسه عالي وعنده حضور، لدرجة أنه هو جذبني معه يعني شدني له. فبدأت أنني شعرت أنني عايزه يكمل، يعني المشودة خلصت وعايزه يكمل، مستني منه أداء تاني. فما شاء الله عليه، يعني أنا أتوقع له مستقبل باهر جدا، وأتوقع له أنه هو حيبقى حاجة كبيرة جدا. ده أمانة في ربنا إن شاء الله. الأستاذ زياد، ما شاء الله عليك يا أستاذ زياد، مشاعرك عالية جدا، ربنا يعزك. بس القصيدة حضرتك تعرف يعني بحوش الشعر، هو الإلقاء، هو أصلا في الإلقاء، يعني معظم القصيدة في الإلقاء. لكن طبعا لسه بس هو يعني حضرتك إيه كإلقاء يعني إلقاء جميل، ولكن القصيدة ممكن تكون من الشعر المعسل، تمام، لأنها مش فيها وزن، لكن فيها تعبيرات قوية، هي قريبة يعني بين الشعر والخطابة، يعني بين الشعر وبين الخطبة. يعني مثلا لو قلت الكلام أنت قلته ده على منبر ممكن أخلي الناس اللي قاعدة تعيط، تمام، وشكلك خطيب مفوه، تمام. كان في بعض هنات لغوية وإن قلت أن تكونوا، تمام، إلا إذا تقصد الجمع، ولكن أنت قلت أن تكون أنت، كان فعلا المفروض أن تكون، تمام. قلت محمد مذكورة، هي محمد مذكور لنا خبر، تمام. لكن ما شاء الله عليك في الأداء وفي الحركات ومخارج الحروف وكده، ما شاء الله عليك كنت رائع جدا. اللهم بارك، كويس، قوي ومشاعره عالية جدا، إحساس حضرتك قوي عالي جدا. لا والله يعني تعليق حضرتك برضو إفادة يعني، وإن شاء الله أن احنا نصحح يعني منها، دي حاجة كويسة جدا يعني. وبرضو يعني أنا بحب برضو أنصح أكتر مني أمدع. حضرتك لو قرأت في كتاب عوض، كتاب إيه؟ عوض، كتب العوض أو دراسة العوض، هتلاقي الموضوع بدأ تكتب في الشعر العمودي، وهتلاقي أي بس هي البرنامج عن المواهب الصوتية إلقاء، هو في جزء يعني تاني هو إلقاء ممكن تسمعه برضو، وجزء بسيط جدا برضو، هو معلش عشان الوقت، تمام. بس في مواهب برضو، مش مشكلة، الحلقة إن شاء الله، كلام حضرتك مفيش مشكلة، بس ما شاء الله عليك يعني صوتك كويس وأداءك كويس وإحساسك عالي جدا، إن شاء الله أتوقع لك مستقبل عالي جدا يعني في الشعر. ربنا يعزك يا رب إن شاء الله بإذن الله. شكرا، شكرا لك استاذ زياد، الف شكر لك استاذ خالد، شرفنا بيكم. حضرتك استاذ احمد كنت بتقول قبل اللقاء المواهب الجديده ان حضرتك كاتب برده، نعم، دي على نهجي البصري. لا انا مغير القافيه، لا الصوت عالي، الصوت مغير القافيه، يعني على نفس الوزن بتاعها بس القافية مختلفة. كاتب على وزن البسيط، بحر البسيط. تمام، تمام. والنظم اللي حضرتك قلت عامله في التجويد؟ عامل نظم في التجويد. ده يعني زي ايه؟ زي تحفة الأطفال كده، بس لمن فيها حاجات جديدة في التجويد، وحتى قلت كتبت كذا مرة على صفحتي على الفيسبوك، أريد من شيوخي يتواصلوا معي لأن في مسائل في التجويد كنت عايز أتكلم منها، مثلا على حرف الضاد، هل هو من الحروف الشجرية أم من الحروف اللي لكن قصدي بتكلم حضرتك على مجمل العام للنظم. للنظم هو أو شكل هو زي الأطفال يعني، هل هي على غرار تحفة الأطفال أم على غرار تحفة الجزرية؟
لا على تحفة الجزائري. بس حضرتك متناولها بأسلوب تحفة الأطفال. بأسلوب تحفة الأطفال تحت رعاية الشيخ يوسف هريسة، بجعله في الأمور اللي هي الإيه فيها موضوع. تمام. أهلا بيكم المواهب الجديدة اللي معانا. أهلا بيك أستاذ أحمد. أهلا بحضرتك. أهلا بيكي. طيب هنبدأ بأستاذ أحمد، اتفضل حضرتك المايك. عرفنا بيك. احمد بسام احمد قرب المايك. انا احمد بسام احمد محمود زكريا، محافظه المنوفيه. تمام. شاعر ان شاء الله. هقول قصيده من جزء من قصيده طبول الحرب. جميل. دي تعريف انا متاثر بالشعر الجاهلي بقى. لا مش جاهلي، هي مش قوي يعني، بس هي كاي شاب عربي يعني محب لطبيعه الحروف متاثر بالاحداث العربيه اللي... تمام تمام. وعند ذهابي انشغل ذهني طويلا. المايك قرب الصوت. إن نجاتي من الموت بات حلما مستحيلا، فكرت بعودتي أمنتصرا أنا أم ذليلا، رافعا راية بلادي أم مكبلا أسيرا، فكرت بنفسي وحالي في جو حرب قد أسقط قتيلا، تذكرت أمي وقولها، تذكرت أمي وقولها إن عدت منتصرا فأنت بطلي، وإن عدت شهيدا فأنت لي في الجنان سبيلا. فكرت مليا مليا في سعادتها وحسرتها وأنها ستبكي في الحالتين سويا. وعندها لم أفكر بنفسي، فكرت بديني ووطني، رفعت بيمناي سيفي عاليا ودرعي في يسراي مزاملا، وأعدائي من خوفهم يعضون على الأنام. هل من منازل؟ هل من منازل؟ أنا فارس الصحراء، معي جنود بواسل، وأنتم جنودكم هرامل، ولأقسمن بربي لأجعلن زوجاتكم أرامل. أنا الرجال، أنا الجبال مسعاي، أنا السماء مسعاي والجبال مرسال، والسماء سندي والجبال عماد، أنا بسيفي مبارز وأنتم تلهثون مثل الكلاب. عدت من جولتي منتصرة مرفوع الرأس غير منكسرة، قد فديت بروحي بلادي وأرى مستقبلي ومستقبل أولادي، فقهرتهم وفي عنوقهم ونحرتهم، فعجبت على نفسي من سبقة الأحداث، فالحرب لم تنتهي ولا أنا لذت منها بنجاة، فخفت على حياتي، خفت على حياتي وكدت أغدو هاربا في ظلمة ليل وثبات، فعاتبت نفسي طويلة ألا تكتفين من اللذات، أمامي طريقين أخطوهما بثبات، إما أن أعود منتصرا أو شهيدا فما مات. الله الله إن شاء الله. امتعتني أستاذ أحمد، جميل جميل حضرتك. طيب تفضلي يا ناردين، عرفي نفسك. أنا اسمي ناردين حسن، محافظة الشرقية، هقدم لحضراتكم النهاردة أنشودة لأجل النبي. تمام تفضلي. لجل النبي لجل النبي لجل النبي، تقبل صلاتي على النبي لجل النبي، لجل النبي لجل النبي لجل النبي، تقبل صلاتي على النبي لجل النبي. يا إله الكل كلي كلي لجل النبي لجل النبي، انت عالم بيا كلي كلي لجل النبي لجل النبي. يا نصيري يا إلهي يا مجيري، انت جاي من غير بابك لم يكن لي، لم يكن لي أنا في جاه النبي، تقبل صلاتي على النبي أنا في جاه النبي، تقبل صلاتي على النبي أنا حبيب النبي، القعدة حلوة والنبي لجل النبي لجل النبي لجل النبي، القعدة حلوة والنبي عند النبي لجل النبي لجل النبي، تقبل صلاتي على النبي لجل النبي. يا إله الكون عني يا عني لجل النبي لجل النبي، انت عالم بي عني يا عني لجل النبي لجل النبي. يظلموني انت
شايف يتهموني برضو عارف يظلموني انت شايف يتهموني برضو عارف انا في جاه النبي تقبل صلاتي على النبي لجل النبي لجل النبي لجل النبي القعدة حلوة والنبي عند النبي لجل النبي لجل النبي. شكرا لك يا ناردين. ناردين اشتركت معنا في الموسم الاول بس اللهم بارك. لا في اختلاف شايفة في اختلاف في ادائك عن الانشودة اللي قدمتيها معنا قبل كده وفي هدوء مش بعقب طبعا انا بقول اللي انا لاحظته من الموسم الاول للموسم الثاني يعني لا انا شايفه ان في تطور وطبعا بقى التعقيب لاستاذ احمد نبدا ب ما شاء الله الاستاذ احمد بسام انا اتوقع له هيبقى شاعر كبير جدا لانه كتب قصيده او كتب كلمات رائعه جدا طبول الحاب وعنده عنف وعنف الشباب كاتب للقدس كمان يعني والقدس ما شاء الله وبعدين متاثر بالقران الكريم يعضون على الانامل ومتأثر بمعركة عمرو بن ود وسيدنا علي بن أبي طالب ما شاء الله انت قرأت مخارج اللهم بارك عنده أستاذ أحمد جميلة رائعة. جدا مخارج رائعة انت قرأت القصيدة بتاعت عمرو بن ود ولقد وقفت بربعكم هل من مبارز أقرأها إن شاء الله إن شاء الله هل من مبارز فبتفكرني بسيدنا علي بن أبي طالب في القصيدة اللي قال له يا عمرو ويحك قد أتاك مجيب صوتك غير عاجز ما شاء الله عليك أنا أتوقع لك مستقبل باهر وإلقاؤه ومخارجه وإحساسه عنده إحساس في الكلمات يعني تحس إن هو في حماسة وفي نفس الوقت في اتزان وهدوء في اتزان وهدوء يعني. هو موصل إحساس الحماس بتاعه وفي نفس الوقت متزن نعم صح يعني ملاحظة عنده هدوء يعني مش هايب يكتبوا ما يشعر به ما شاء الله ما شاء الله إن أنت حضرتك توصل لي إحساسك دون انفعال منك يعني تدخلني الحالة من غير ما انت تنفعل فهو ده اللي حصل فعلا احنا دخلنا الحاله بصفه شاعر انا بكتب وبعبر وانت كقارئ مضمونك انك تفهم يعني انا كشاعر انا بكتب اللي بشعر بيه وحاسه وانت كقارئ بتفهم المضمون من الكلام اللي انا كاتبه بصيغات جماليه معبره هو ده مضمون الكلام كله والشاعر هو من يشعر وايه ويشعر يشعر بالكلام ويشعر غيره باحساس غيره باحساسه هذا هو الشاعر تمام؟ فإذا لم يشعر ولم يشعر فليس بشاعر أستاذة ناردين ما شاء الله عليها بس حاسس إني خايفة هي كانت خايفة أكتر من كده المرة اللي فاتت جدا هي دلوقتي اللهم بارك أنا حاسس إن هي جواها موهبة رهيبة جدا ولكن متخوفة وهيبة الكاميرات وشافت المنظر يعني لا الفنان ما تخافيش في قدام الامر بثبات وبعدين انت حتى الانفعال بتاعك مقسى على صوتك مخلي صوتك مخنوق حاسه ان انت خايفه تغلطي فبتغلطي او بتتلخبطي او بتاخدي يعني في وقفه انت وقفتيها انا حاسس ان انت متدربه على الانشوده دي اكثر من ممكن يكون اكثر من 100 مره ولكن من خوفك بتتلعثمي يعني تتلخبطي فما شاء الله عليك ان صوتك جميل وادائك حلو وعندك احساس رائع واكيد امتعتي الجمهور اللي بيسمعنا بس ما تخافيش فانا اتوقع لك ان انت هتبقي حاجه جميله جدا في المستقبل هتبقي منشده رائعه جدا يعني ربنا يوفقك ان شاء الله مع التكرار كل ماده بتبقى افضل في الاداء وافضل في الاختيار وافضل في الاحساس من الانشوده السابقه خالص انت متابعه مين من المنشدين السوق المايك محمد الكحلاوي تسمعي الزهاء ليك لا لسه نبغى الزهاء تابعيها على الفيسبوك سهوليك هتلاقي ما شاء الله عليها يعني هتلاقيها قريبه من طبقه صوتك ما شاء الله يعني شكرا لحضرتك استاذ احمد شكرا لك يا ناردين ان شاء الله نتقابل معاكم تاني الزهراء استاذ احمد بتغني لحضرتك اناشيد كتير صح انشدت لي انشوده في شيخ الازهر وانشوده في صلوا عليه وسلموا وعملنا حاجه عن اليتيم مع بعض لسه ما تعرضتش وعملنا حاجه عن مرت عليها جنازه وعملنا حاجة عن السلام برعاية شيخ الأزهر ويعني هتنزل بلوغ الأزهر وهتنزل النهاردة لبكرة حاجة عن السلام إن شاء الله مع الزهراء إن شاء الله ولسه يعني منا أعلان اللهم بارك صوت جميل وصوت مميز
وان شاء الله برضه تبقى معانا ان شاء الله في حلقه ما شاء الله. هو الشيخ احمد طلال ربنا يبارك له، هو انشا جيل يعني الزهاء وكذا منشد، دعاء الشيخ احمد طلال طلع جيل حلو خالص يعني ما شاء الله. وحضرتك برضو اعمالك وكتاباتك اثرت الموضوع وحفزت ناس كتير جدا، وربنا يجزاها خير. الدكتوره وعد محمد ودي دكتوره بريطانيه هي اللي حفزتني على الموضوع ده، وهي اللي قامت بطبع الدواوين والان بتعمل لي بتطبع 6 دواوين يعني هننزل ب6 دواوين ان شاء الله برعايه الدكتوره وعد محمد. فما شاء الله عليها، هي شاعره كبيره جدا ومصريه ما شاء الله عليها، يعني بتحفز الشعر وكده. تمام ما شاء الله يعني صفوة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم. معانا أستاذ محمد، محمد السيد المشهور بمحمد العو والطفلة بسملة. مالك زعلانة ليه كده؟ خايفة. خايفة ولا زعلانة؟ مش مد حجر. لا لا ما تخافيش، ليه خايفة كده؟ انت مش كنت معانا قبل كده؟ معلش ممكن استأذنك تديها المايك؟ اتفضل. مش كنت معانا قبل كده؟ طيب ليه زعلانة بقى وخايفة؟ انت الناس بتتفرج عليكي ومبسوطين بيكي وبابا فرحان بيكي وجايبك وتعبان، واحنا سمعناكي برضه المرة اللي فاتت وفرحنا بيكي جدا، ولو انت ما كنتش صوت جميل ما كناش جبناكي تاني، صح؟ دي زعلانة بقى؟ مش زعلانة. واللي خايفة؟ متخافيش. احنا مش كنا بنتصور مع بعض وبنتكلم مع بعض عادي؟ طيب هنا زي بره بالظبط، ايه اللي مخوفك؟ قولي لي ايه اللي مخوفك؟ مش في حاجة. عارفة أستاذ أحمد ده بيحب الأطفال جدا وبيدربهم بيعمل لهم كل حاجة، وعنده أطفال كتير وعنده منشدين كتير، صح أستاذ أحمد؟ اه وعندي أطفال أصغر من أنت بسنة كام؟ 5 ابتدائي. عربي بس مايك. شو ابراهيم اللي هي المغردة الصغيرة في سنة 5 ابتدائي، وبتطلع جد بتطلع على القنوات وبتتكلم بمنتهى الجراءة وبتسمع أستاذ أحمد عادي. وهو مش هي برضه الأول شروق كانت بتخاف وحضرتك ضربتها يا أستاذ أحمد؟ لا شو مش كانت بتخاف. انت ما تخافيش، ما احنا هنا كلنا مع بعض وكلنا اخواتك واصحابك، ما فيش حاجه تخوف خالص يعني، صح؟ اسمك ايه؟ قولي كده. بسمله حسن. طيب منين يا بسمله؟ من الشرقيه. وانا من الشرقيه. كم سنه؟ 11. سنه كام؟ 5. امتحاناتك امتى؟ بعد 3 ايام. ذاكرتي ولا جاي من غير مذاكره؟ عشان كده خايف. انت خايفه من الامتحان صح؟ انت في الامتحان بتخافي كده؟ لا. الله طب امال ايه يعني، احنا اصعب من الامتحان؟ بالعكس انت هنا بتمتعينا وبتمتعي الناس وبنتبسط كلنا، صح؟ وانت برضو اكيد مبسوطه ان انت بتطلعي كده على التلفزيون الناس كلها بتشوفك، صح؟ صح؟ واصحابك برضو بيبقوا فرحانين معاكي وقرايبك، صح؟ طيب يبقى الناس تطلع التلفزيون الناس كلها تشوفها وتبقى مبسوطه بيها تزعل؟ تخاف؟ تبقى قويه كده، صح؟ طيب نبدا بالاستاذ محمد وبعدين انت تكوني خدتي كده على الجو، تمام؟ ماشي. حضرتك عرفنا بنفسك بقى استاذ. انا اسمي محمد السيد العو من كفر الشيخ. تمام. حضرتك هتقدم لنا شعر؟ ان شاء الله شعر. ليك اعمال سابقه دواوين؟ والله لا لسه ما عملتش لا دواوين، لسه في بدايه الطريق كده. انا كنت طلعت في قناه صوت العرب قبل كده، وطلعت في مسابقه عندنا في سيدي سالم في المركز، والحمد لله اتقيمت يعني. وكنت برضو كتبت بكتب على النت وكده برضو على الصفحه، كنت كتبت اخر حاجه قصيده للامام الشعراوي برضو الحمد لله يعني. ما شاء الله ما شاء الله، الله يبارك فيك. والنهارده ان شاء الله جايب قصيده عن مصر، لان انا ما شاء الله بحب مصر قوي. كلنا بنحب مصر. اتفضل. قصيده اسمها مصر وطني. يا مصر يا وطني، يا حبي يا بلدي، مصر اللي بفتخر بيها يا منايا يا سعد، عيون ليكي دايما صاحيه وجيش وشعب معاه ولدي، واللي واقف حارس ليكي لا يحصى بلا عدد، ولو مت ولو مت في ذلك وكمان هيجي من بعدي، واللي يفكر يعاديك يجي على مصر ويهدي. يا مصر يا وطن،
يا حبي يا بلدي، على الحدود وقف حرسك، من الضابط إلى الجندي، فداك الكل علشانك، حتى روحي، حتى روحي اللي بجسدي. أنا عربي، أنا عربي بلا فخر، أنا مصري ومن أدي، مصر عظيمة من يومها، واسأل على اللي قاله جدي. على مر الزمان كنت أم الدنيا يا بلدي، أم الدنيا يا بلدي. الله يبارك فيك. الله، لا ختامها مسك، لا جميل جميل جدا. أم الدنيا يا بلدي. طيب ما شاء الله. حضرتك بعقب عليه الاول على ما هي تهدى، سيبها كده شويه. ما شاء الله عليك يعني. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. والله ده انا شيء شرفني ان انا اطلع مع حضرتك. اي كلام في مصر حلو، فما بالك اذا كان شعرا؟ يعني مثلا الكلام العادي في مصر يكون له جمال، فما بالك اذا كان كلاما منظوما في حب مصر. الله يبارك فيك يا رب. فمصر يعني يكفي ان هي ذكرت في القران كم مره؟ مش عارف صراحة والله. تعرف انت مصر ذكرت في القرآن كم مرة؟ هيمتحنك بقى عشان تخافي. رششينا كم مرة؟ ممكن خمسة أو سبعة. خمسة خمسة. وأنا برضو ذكرتها في القصيدة خمسة. والله والله سبحان الله، صدفة، العلم عند الله بقى. ما شاء الله، قدر، قول قدر. القدر طبعا. ما شاء الله. إن شاء الله عليك، بس محتاج برضو تشتغل على نفسك شوية في الإيه؟ الاستقاءات، إن أنت تقرأ كتير. إن شاء الله. تمام؟ وتدرس عروض ولغة وكده. إن شاء الله. أنا حاسس أنت شغال على نفسك. إن شاء الله. ما شاء الله عليك يعني. اللهم صل على النبي، ربنا يعزك يا رب. ماشي. طب اتفضلي يا بسملة، قولي الأنشودة بتاعتك. ركت عيناي شوقا ولطيبة زرفت عشقا، فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلبي ورفقا صلي على محمد السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا نبي الله يا رسول الله، قلب بالحق تعلق وبغار حراء تألق، يبكي يسأل خالقه فأتاه الوحي فأشرق. اقرأ اقرأ يا محمد السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. يا طيبة جئتك صبا لرسول الله محبا، بالروضة سكنت روحي وجوار الهادي محمد، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. انت جميلة اهو. والله جميلة جدا. صح انت جميلة اهو، بتقولي حلو خالص وامتعتينا اهو، صوتك جميل وقلتي حلو ما تلخبطيش، حافظة كويس. ليه بقى خايفة كده ومرتبكة؟ صح؟ وقالت برضو أحسن من المرة اللي فاتت كتير، كان برضو هي معنا برضو في الموسم الأول، واللهم بارك أدائها تحسن خالص وإحساسها برضو والتون بتاعت صوتها. صوتها جميل جدا، هادي كده. و ليه بقى الخوف بقى؟ يعني ولا هو الشاطر بيخاف؟ أنا أهديها ديوان يا دكتور. تفضل طبعا. هذه هدية ليكي. تمام، عشان صوتك الجميل. ماشي مش تفضل بقى تعقيبك استاذ احمد. لا تعقيبي يعني ما شاء الله عليها. احنا لو قلنا نتكلم هنقول عليها صوت من الجنه. صوت جميل فعلا. صوت جميل جدا فعلا، والله صوت جميل جدا وهادي، ولو الواحد سمعه بالليل ممكن ينام. صح. فما شاء الله يعني، ربنا يبارك في والدك ووالدتك. دي لك ده اقول يعني. هو والدهم بصراحه تحفظ اخوان تعبان معاهم جدا. حافظه كم جزء؟
واحد بس بالصوت الحلو ده حفصه جزء واحد بس لسه في كمان ما شاء الله. لا احنا عايزين بقى المره الجايه حفصه 31 جزء 30 كمان 30 جزء حفصه 30 جزء ان شاء الله. هو القران اللي هيبقى بالك بالك حاجه حلوه كده هيحسن الاداء ويخليك مش تخافي وتعرفي تقراي كل حاجه ويظبط عندك اللغه. بس لغتك كانت جميله جدا يعني ما شاء الله عليكي كانت لغتك جميله ولغه الاستاذ نضر كانت رائعه جدا ان شاء الله. تعطينا بقى الاستاذ محمد. الاستاذ محمد يعني ما شاء الله عليه يعني قال قصيده جميله جدا في مصر يعني حلوه خالص. وقلت له يعني هو بدا الاستاذ محمد شغال على نفسه شغل جميل جدا واتوقع له يعني خلال يعني شهور او كده هيبقى حاجه عليه جدا في مجال الشعر يعني ما شاء الله عليه يعني ربنا ينفع بيها ان شاء الله. تمام شكرا لحضرتك استاذ محمد. ماشي شكرا لك يا بسمله. السلام عليكم. السلام. طيب استاذ احمد عايزه اعرف اكتر عن التحفه اللي حضرتك بتعملها او النظم اللي حضرتك بتعمله. هو انا عملت نظم يعني حاجه لسه يعني بادئ فيها اهي فكتبت فيها عده ابيات يعني مثلا باب الغنه مثلا او باب ممكن اقول باب الغنه مثلا منها قلت مراتب الغنات خمس فالزمي وقد أتت لنا بنحو محكم أشدها نطقا مع المشدد نونا وميما فانطق الصوت الندي يليه ما جاء مع الإضغام فاسمع وقس مواطن الأحكام يليه ما جاء مع الإخفاء إقلابها كذاك للقراء يليه ما جاء مع السكون في حكمها للميم مثل النون ثم لميم أو لنون حركا كن بالهدى يا قارئا مستمسكا مقدارها في الحركات اثنان مع الثلاث جاء في القرآن. ان شاء الله. يعني اللي نظم الكلام ده قال كاتبه قال كاتبه ما شاء الله يعني ومواجهه مع الشيخ يوسف هيس على طول يعني. لا ان شاء الله باذن الله النظم ده يكون ليه شأن عظيم. حضرتك برضو كنت قلت لي كاتب السيره النبويه بشكل اشعار للاطفال. لا مش للأطفال للكبار للكبار وكاتب برضو قصيدة عن الإسراء لسه كاتبها من كام يوم كده على الإسراء والمعراج يعني بمناسبة ال لا الـ 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 السيرة النبوية دايما بنتداول يعني بيتم التداول بتاعها عن طريق الروايات مثلا ممكن ده تم مسلسلات والأفلام تم ما شفناهاش كشعر لا أحمد محرم في الإنجليز عمل السيرة النبوية شعر عمل السيرة النبوية شعر كاملة؟ كاملة ما شاء الله عليه يعني هي السيرة النبوية بس لسه مش خلصت يعني لسه شغال فيها. ممكن مثلا تقول لنا منها مقطوعة كده صغيرة؟ ماشي يعني مثلا نقول ايه؟ نقول في مولده ورضعته حتى تجلى بمولود وبسمته أعاد للأرض وبسمته أعاد للأرض ما قد ضيعوا فيها الشمس طلت على البطحاء باسمة في يوم مولده نادت ضواحيها والبدر أصبح مسرورا بطلعته والأرض تزهو لقد غابت دياجيها تقول آمنة النور أشع بها أضاء بصرى وشاما في نواحيها قالت وضعت صبيا مشرقا قمرا أنار مكة والدنيا وما فيها قامت ثويبة جودا نحو رضعته فحررت فرحا من قيد والد من قيد واليها وكان في العرب العادات سائدة أن يرضع الطفل بحثا عن بواديها أبى النساء بأن يرضعنه لبنا لكي ينلن من الآباء تنزيها قلنا اليتيم وهل في اليتم منقصة قلنا اليتيم وهل في اليتم منقصة وكل مرضعة قد أعرضت تيها لم يبق من ولد إلا وقد وجدوا له معينا على الإرضاع توجيها جاءت حليمة في ركب مؤخرة فلم تجد غيره في السوق يرضيها قالت رضيت فنالت من يكافئها بفضل أحمد رب العرش يعليها حل النعيم وهل الخير وانفجرت منابع الرزق نورا في مراعيها والكل يسأل عن أسباب رفعتها من تفعل الخير فالرحمن يغنيها من تفعل الخير فالرحمن يغنيها دي في باب رضاعته
جميل جميل. بس لو حضرتك نظمتها للأطفال مش تكون أكثر انتشارا؟ احنا والله بننظم دلوقتي صوت ننظم منظومة للأطفال، حتى عملت فيها في الديوان بتاعي، نزلت كذا حاجة يعني. والزهراء الآن بتعمل منظومة الأطفال ما شاء الله الآن. هنتكلم مثلا عن السيرة النبوية، لو عملناها شعر بس نظم للأطفال مش تكون أكثر انتشارا؟ تكون أكثر انتشارا فعلا، وهو دي اللي أنا شغال عليه. بس هي دي مش للأطفال؟ لا دي هي للابتهالات، لكن الأطفال الإنشاد يعني، مثلا الأطفال بيكون عن طريق الإنشاد وعن طريق يعني الطفل الصغير هيحفظ الأناشيد اللي هي الأشعار اللي بتبقى قصيرة أو بتبقى تمام. سهلة في الإيه؟ في الحفظ والتداول وكده يعني تمام. إن شاء الله يعني. فمعي منشدين أطفال، فبعمل معهم إن أنا بكتب لهم كلام هادي كده بحيث إن هم يستطيعوا إن هم ينتجوه، بس بركز معهم على اللغة. أهم حاجة في المنشد الصغير اللي هو لسه مبتدئ إن هو يركز على اللغة، يركز على التلحين، يركز على الصوت، يتدرب على الصوت، تدريبات على الصوت، فيستطيع ان هو يوصل الاحساس للمستمع. يعني مثلا كنت عملت زوجات النبي عليه الصلاه والسلام، لما قلت جالها الشيخ شعبان عبد الجيد ابتهال، ما شاء الله عليها عدت دخل على المليون مشاهده. فاي شغل الاطفال، منظومات الاطفال بتنال انتشار سريع. هو ده قصدي بالظبط، ان احنا لو عملنا السيره النبويه بشكل شعر الاطفال هتنتشر بشكل كويس. نعم نعم. ان شاء الله نتقابل مع حضرتك استاذ احمد ان شاء الله مره ثانيه. وكل سنه وانت طيبه بمناسبه عيد الميلاد حضرتك طيبه. وساعات نتقابل ان شاء الله مع ضيف حضرتك. معلش تمام. اهداء دكتوره ايات. تمام. دكتوره ايات اشرف صح. تمام. شكرا لك يا استاذ احمد. الف شكر. تشرف طبعا بالكتاب الجميل ده جدا. ربنا يعزك. واعمال حضرتك كلها اللهم بارك قيمه وبتسري المجال كله ما شاء الله. ربنا دايما يجعلك افاده ويفيد بيك. هو الوقت الديوان متوفر في مطبعه ديوان العرب، موجوده في عباس العقاد في مدينه نصر، اللي عايزه موجود. وفي ديوان تاني تحت الطبع وتالت تحت الطبع برعايه الدكتوره وعد محمد. ان شاء الله على خير، ما تبقاش اخر اعمالك. ربنا يعزك يا ابو بكر فهمي كاب. اتشرفت بيك يا استاذ احمد، والف شكر لحضرتك والف شكر للاهداء الجميل. تسلم يا دكتور، وامتعتنا النهارده، وان شاء الله اكون اسريت كل الضيوف وعملت لهم اضافه باذن الله. ربنا يعزك. وان شاء الله نتقابل مع حضرتك في حلقه جديده، ونكون بقى نشوف السيره النبويه اللي هي الأطفال. شعر الاطفال ان شاء الله. ان شاء الله نتكلم ان شاء الله عنها الحلقه الجايه. ان شاء الله. شكرا لكم اعزائي المشاهدين، وان شاء الله نكون قدمنا لكم النهارده مجموعه من المواهب المميزه والمختلفه، وكلهم ان شاء الله اللهم بارك احلى من بعض، وتكون ان شاء الله حلقه مميزه ومختلفه. انتظرونا في الحلقات الجايه مع مواهب جديده وبرنامج ذات ريم. شكرا لكم.